أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قال المتحدث باسم المجلس البلدي باري خليل خليفة إن محطة كهرباء باري الغازية أقفلت تماما بعد مغادرة جميع العاملين الأجانب بها. خليفة في تصريح تلفزيوني أوضح أنه لم يعد يوجد أي أحد بالمحطة سوى عدد من المهندسين الليبيين، وأن تجارب التشغيل الأولية توقفت بالكامل. نفى خليفة وجود أي معلومة جديدة حول مصير المهندسين الأجانب الذين اختطفوا على يد مجموعة مسلحة بداية الشهر الجاري. قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجناوي إن بلاده حافظت على فتح حدودها مع ليبيا بين 6 دول على حدودها، مشيرا إلى أن الأوضاع في ليبيا لها تأثير على الأمن والاقتصاد في تونس وفق تعبيره. الجناوي في كلمة له أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس النواب التونسي أكد أن العالم العربي يعيش حاليا أسوأ فتراته منذ 60 عاما، موضحا أن الأصداء في المنطقة مع تطورات الملفات في سوريا وليبيا واليمن والعراق تقول أن الوضع قابل لمزيد من التأزم. قال رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السواحلي أنه سيتم إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر تشرف عليها حكومة تكنوقراط مصغرة في حال تعثر مفاوضات تعديل اتفاق إسخيرات برعاية البعثة الأممية. ناقش السواحلي في لقائه مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الخميس مدى جاهزية المفوضية لإجراء انتخابات عامة، بالإضافة إلى أهم التحديات والعراقيل التي تواجه عمل المفوضية والوقوف على احتياجاتها لإجراء استحقاقات انتخابية قادمة. وقع اشتباك مسلح الجمعة بين مجموعتين مسلحتين أمام مستشفى الجلال للجراحة وسط مدينة بنغازي منذ منتصف النهار وحتى الساعة 2 ظهرا. أفادت مصادر مطلعة بأن الاشتباكات حدثت أمام المستشفى باستخدام الأسلحة المتوسطة، ثم انتقلت الاشتباكات إلى داخل المستشفى وسط هلع المرضى والكوادر الطبية والعناصر وعناصر التمريض. إلى اللقاء.